وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فعلينا جميعا أن نقدم حمدا كثيرا لله سبحانه وتعالى على أن بلغنا هذه العشر الأواخر من رمضان، تلك العشر التي تتضمن أفضل ليلة في العام كله، والتي تسمت باسمها سورة من سور الكتاب العزيز، ألا وهي سورة القدر. في هذه العشر ليلة القدر التي قال الله في شأنها: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها أفضل من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. هنيئا لكم يا أهل الإسلام ببلوغكم العشر، وهنيئا للطائعين، وهنيئا للمستقيمين الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالهداية، ثم هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن من الله عليهم بالعمرة في هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة. قد قال عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة. قد ورد الحديث باللفظ تعدل حجة معي، ولفظة معي شاذة في الخبر، والصواب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. فهنيئا له من وفق لهذه العمرة، وهنيئا لهم من اصطفاهم الله واجتباهم كي يكونوا من الطائفين والعاكفين في بيت الله الحرام. علينا جميعا أن نقدم حمدا لله وشكرا له سبحانه وتعالى. فأعظم ما يشكر عليه ربنا عز وجل التوفيق للطاعة، وإن كان ربنا يشكر على كل حال، من أجل النعم التي تستوجب شكرا أن وفقنا لطاعته سبحانه وتعالى، ونسأله المزيد من التوفيق للطاعة لنا ولكم ولأزواجنا وذرياتنا وأزواجكم وذرياتكم. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين، واجعل من أزواجنا وذرياتنا أمة سامعة مطيعة لك يا رب العالمين. أيها الإخوة، على مشارف هذه العشر ونوه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في هذه العشر رجاء التماس ليلة القدر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وخصص بعد ذلك فقال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وخصص أيضا تخصيصا أكثر وأكثر بالتحديد على 27 و29 و25 قبل ذلك. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبره ربه أن ليلة القدر خير من ألف شهر، كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر، شد المئزر للاجتهاد كما يقولون، فلان شد المئزر للعمل، أو فلان شمر عن ساعد الجد، أي أنه بدأ نشيطا عليه الصلاة والسلام مجتهدا، فكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، ولحبه الخير لأهل بيته كان يوقظ أهله لها أيضا. كان إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. فعلينا أن نتعاون مع أهلنا أيضا لهذه العبادة صغيرا وكبيرا. فالرسول عليه السلام بصفة عامة كان يقول: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، فيرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. ويقول رحم الله امرئا قام من الليل يصلي فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وربنا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية.
فجدير بنا أن نستعد لهذه الأيام ونجتهد ونهيئ أهالينا وأولادنا وبناتنا لقيام هذه الليالي المباركة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجدير بنا أن نجتهد في العصر، نحن نجتهد ونسأل الله العون على الاجتهاد، لأنه لا توفيق إلا إذا وفقنا الله. وألفت النظر إلى هذه المسألة، ألا وهي أننا لن نوفق إلى طاعة الله إلا إذا وفقنا الله، ولن نوفق إلى الاستغفار إلا إذا وفقنا الله، ولن نوفق للقيام إلا إذا وفقنا الله. فعلينا أن نسأل الله ذلك ولا ننفك عنه أبدا بحال من الأحوال. من ثم كان دعاء الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وفي الآية الأخرى: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فنسأل الله العون، لن نعان إلا إذا أعاننا الله، لن نستطيع أن نختار أدعية طيبة إلا إذا وفقنا الله. ولعلكم جميعا تقرؤون في سورة البقرة قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. من الذي لقن آدم أن يقول هو وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ الفضل لله أولا وآخرا. الله ألهمه أن يقول ذلك، وعلمه أن يقول ذلك، وتقبل ذلك منه. فالموفق للطاعة والموفق للدعوات الطيبة إنما توفيقه بالله ومن الله. وفي هذا المعنى أيضا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل: فأخر ربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فالذي ألهمه هذه المحامد وألهمه هذه الثناءات هو الله سبحانه. فلذا لزمنا، وكما علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذا: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأله أن يوفقنا للطيب من القول والصالح من العمل والحسن من الأخلاق والخالص من النوايا. علينا أن نسأل الله ذلك التوفيق بالله. قال خطيب الأنبياء العبد الصالح النبي الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فأولاً علينا أن نسأل الله العون على الطاعة وعلى العبادة في هذه الليالي الطيبة، وأن يصرفنا عن الغفلة، وأن يصرفنا عن اللهو، وأن يصرفنا عن ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال. هذه أول خطوة ونحن مقدمون على هذه العشر المباركة. نسأل الله التوفيق والعون على قيامها وعلى صيام نهارها، قيام ليلها، وعلى تلاوة كتابه، وعلى صالح الدعوات، وحفظ اللسان من اللغو واللغط. أول ما يفعل أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أول ما يفعل أن نسأل الله التوفيق، أن نسأل الله التوفيق، أول شيء يفعل أن نسأل الله التوفيق. فعليكم في التجمعات التي فيها اختلاط ونحو ذلك أن تحفظوا سمعكم، وأن تحفظوا بصركم، وأن تحفظوا فؤادكم، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. علينا أن نحافظ على جوارحنا. لا يليق بك يا مسلم ولا يليق بك يا مسلمة في هذه العشر الأواخر التي يقوم فيها القائمون ويجتهد فيها المجتهدون التماس ليلة القدر، أن تقف أمام مسرحية ولا أمام تمثيلية ولا أمام شيء يغضب الله في التلفزيونات أو في الفضائيات. لا يليق بك أبدا إن كنت ترجو الله واليوم الآخر. لا يليق بك وربنا ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. لا يليق بك وأنت إن كنت توقن بهذا عن الله سبحانه أن تملأ سمعك وبصرك وفؤادك بالأشياء التي لا ترضي الله سبحانه. فأولا نسأل الله سبحانه وتعالى العون على الطاعة، ثانيا نجد ونجتهد. وربنا قال في كتابه الكريم في شأن أقوام: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. أنت تريد أي عمل، عد له العدة، تعد له العدة اللازمة له. تريد قيام الليل،
خذ حظك بالنهار من الراحة، خذ حظك بالنهار من الراحة، احفظ لسانك من القيل والقال والكلام الكثير، سيؤثر الكلام الكثير على أدائك الليلي. إذا تكلمت ولغوت وتكلمت كثيرا، اللسان عضلة لها قدرة، لا تضيع قدرتك في قيل وقال، فمن ثم يؤثر هذا على قيامك الليل. لا تلتقي في التجمعات الكثيرة التي كلها قيل وقال، وتأتي عند الذكر تجد نفسك قد فطرت عن ذكر الله، قد فطرت عن تلاوة كتاب الله. اللسان خلاص ضعف، ضعف اللسان، فمك ريح اللسان شوية، ريحه من الكلام في الباطل، ريحه من الكلام في ما لا فائدة فيه، كي تدخل هذه الطاقة وهذا المجهود من لسانك على ذكر الله سبحانه وتعالى. اجتهدوا في الوتر من العشر الأواخر، واجتهدوا في ليلة 27 أيضا على وجه الخصوص. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإسناد فيه انقطاع من طريق عبد الله بن بريدة عن النبي، ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإن كان السند فيما قال، لكن المعنى من أجمل المعاني، ماذا نريد إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنا ويسكننا الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالأعمال أعمال الليلة قيام، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة، ولا حد لقيام الليل كما قال جماهير العلماء، بل نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. قد تكلمنا في هذا على هذا في مواطن شتى. فاجتهد، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فإذا كنت تغفل عن هذا سائر السنة، فلا تغفل عنه في هذه العشر المقبلة عليك. يبدأ الاعتكاف إن شاء الله تعالى بعد غروب الشمس يوم 20 من رمضان، أي دخول ليلة 21 من رمضان، وليس الفجر، إنما الذي عليه الجمهور بعد غروب شمس يوم 20 من رمضان. لأنك إذا دخلت فجرا فجر 20 ستكون اعتكفت 11 يوما، ولم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعد غروب شمس يوم 20 من رمضان تكون في المسجد ناويا الاعتكاف. وهل يجوز الاشتراط للاعتكاف؟ كان اشترط مثلا، أنا اشترط في الحج أقول: اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا ربي إذا أنا منعت عن أداء الحج لأي عارض فسأتحلل. ففريق من أهل العلم حنابلة يجوزون الاشتراط للاعتكاف، يجوزون الاشتراط للاعتكاف، أنك إذا منعت، قد تمنع من مسجد تمنع من الاعتكاف، فيقولون إذا منعت لك أن تشترط، إذا كنت تظن أنك ستمنع لك أن تشترط بداية، تقول: يا ربي محلي حيث سأتحلل من اعتكافي حيث منعت. ولك أيضا أن تنوي اعتكاف الليل إذا كانت ظروفك لا تسمح، وأنت من أصحاب الأعمال، لك أن تعتكف الليالي. قد قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية يا رسول الله. قال: أوف بنذرك. فيجوز لك أن تعتكف ليلة، يجوز لك أن تعتكف ليلتين، يجوز لك أن تعتكف أقل من ذلك أو نهارا على المتيسر لك. أما إذا أردت إصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردت إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتكافك يكون من مطلع من غروب شمس يوم 20 من رمضان إلى أن يرى هلال شهر شوال إن شاء الله تعالى، لك في ذلك أجر. ويجوز للنساء أن يعتكفن، فقد اعتكفت نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه عليه الصلاة والسلام، اعتكفت نساء النبي، واعتكفن أيضا من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تيسر للنسوة الاعتكاف اعتكفنا، ولا غبار على ذلك ولا حرج في ذلك. وعلى ليلة القدر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني كنت علمتها ثم أنسيتها، أو خرجت ليخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ولعل ذلك خير حتى نجتهد وابتعدوا عن الخلاف، فإن الخلاف كان سبب من أسباب ارتفاع ليلة القدر،
ارتفاع عفوا العلم بليلة القدر. فالخلاف شر، الخلاف شر كما قال عدد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا. وماذا عن أجر الاعتكاف؟ هناك بعض الأعمال فيها أجر لكن كم هو لم يحدد، كالاعتكاف، كالعقيقة، كالطواف، كالأضحية، كل هذه أعمال بر لا شك فيها، ولكن كم الأجر فيها؟ هذا العمل الأجر موقول إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم به عز وجل. فأنتم الآن إن شاء الله مقدمون على العصر، هيئوا أنفسكم بسؤال الله العون وسؤال الله التوفيق. ومن كان مستطيعا للاعتكاف فليعتكف وليرتب لأهله أمورهم ويوصي أهله بالصلاة ويوصي أهله بذكر الله سبحانه وتعالى ويوصي أهله بسائر الأعمال الصالحة وبالباقيات الصالحات التي لا تشق على شخص يسرها الله عليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وسنة رسوله. ماذا عندك يا أبا عبد الله الشيخ إبراهيم؟ الحبيب، مواقع التواصل الآن يعني بترسل رسائل كثيرة جدا تخصص فيها الليالي الفردية دون الليالي الزوجية، وبيحث المسلمين على الاهتمام بالليالي الفردية وإهمال الليالي الزوجية. ماذا تقول لهؤلاء بارك الله فيك؟ أقول لهم عملكم صحيح، الحث على الجميع مطلب، لكن هو الرسول قال التمسوها في 9 يبقين، في 7 يبقين، في 5 يبقين، في 3 يبقين، كما قال ذلك الرسول. إذن لماذا يزيد من الاجتهاد؟ أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم، هو أخفاها، لكن حس أيضا على مش أخفاها، هو ما أخفاها، هي رفعت من عند الله. نعم. ليس الرسول أخفاها، لأن الله قال في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو على الغيب بضنين، يعني نعم. ما هو ببخيل، أي شيء ينفع يخبر به. أما هو حس على الوتر من الليالي الأواخر وعلى الاجتهاد في الليالي الأواخر. فإذا أنت لم تقر بذلك يا شيخ إبراهيم ذلك العد. لا، ما السؤال يا سيدنا، يعني أنا فضلتك الآن في بداية الحديث ذكرت يعني حسيت على الاهتمام بالعشر الأواخر ككل، صح؟ أيوة. يعني من أول ليلة إلى آخرها. فأنا الآن وحس الرسول بعد ذلك على الوتر في الوتر. يعني معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن أجتهد في الليالي الفردية دون الليالي الزوجية. لا، مش دون، أكثر، زيادة. يعني أنا الآن بقى نعيز كلمة لهؤلاء، يعني على سبيل المثال الشيخ إبراهيم لهذا النظائر كثيرة، الأوقات كلها محل إجابة الدعوات إن شاء الله، دعوني أستجب لكم، لكن خص الثلث الأخير بمزيد من الاعتناء. ليس معنا أن نقول يا جماعة تموا بالدعاء في الثلث الأخير من الليل وبالاستغفار أنني أقول لا تهتموا به في وقت آخر. الدافع الذي دفعني أن أتحدث بهذا السؤال يا سيدنا أنني شاهدت بنفسي بعض المساجد عندما كنت في الرياض، ليلة الليالي الفردية يكون مكتظ بالناس، والليالي الزوجية لا تجد فيه إلا القليل. يعني هذا نجتهد في الجميع لكن نهتم أكثر، يعني نعم. هذا قصدي، بارك الله فيك ونفع الله بك وجزاك الله عنا خيرا، ومتعك الله بالصحة والعافية ونفع بك الأمة. ولك بمثل شيء. الله يحفظك، جزاك الله خير، جزاك الله بهاء ونورا. الله يحفظك. نعم، تفضل يا أنس. الأفضل في البيت الحرام. أنس ابن وحيد، الله يبارك حضرتك، بارك الله فيك. الله يرضى عنك الشيخ. الله يرضى عنك الشيخ. ولا هذاك الأفضل أن الإنسان يكثر من عدد الركعات أم يطيل القراءة في الركعات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ذكر الأخ الكريم أنس ابن فضيل الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله سؤالا، وكان يمكنني أن أقول له سل أباك، ولكن جبر الخواطر مطلب. فيسأل سؤالا حاصله هل الأولى الإكثار من عدد الركعات مع قلة القراءة أم تقليل القراءة وتكثير القراءة وتقليل عدد الركعات؟
هاك العلماء في ذلك مذهبين، الأول كل له وجه، إذا كنت منفردا وتصلي وحدك وعندك قدرة وطاقة فأطل القيام، أطل القيام وقلل عدد الركعات للآتي ذكره. أولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت بالتاء، يعني طول القيام لله. ثانيا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. إذا كان منفردا. فأما إذا كنت إمام قوم أو كنت ضعيفا فقلل القراءة وزيد في عدد الركعات. وفي الباب حديث النبي عليه السلام أيضا إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة حتى بها عنك خطيئة، أني على نفسك بكثرة السجود، أني على نفسك بكثرة السجود ليصلي أحدكم نشاطة. وقد صح عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه كان يوصي، عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة، فكان يوصي إمام المسجد النبوي يقول له، لأن طبعا الذي يؤم المسجد النبوي يصلي خلفه مئات الآلاف، إذا قرأت بآيات قصيرة فاقرأ نحو من 10 آيات في الركعة، إذا قرأت بآيات طويلة فاقرأ بنحو من 5 آيات. فتتعجب أنت اللي سمعك هذا القول، إذا قرأت والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى، نحو من 10 آيات في الركعة، وإذا قرأت آيات طويلة كالبقرة فبنحو من 5 آيات، لأن الذين يصلون ورائك مات الآلاف. فالشاهد من هذا، لكن كانوا يزيدون عدد الركعات، يزيدون عدد الركعات. فشهيدي من هذا الباب أن الأمر يختلف من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال. هل أنت يا شخص إما قوي أو ضعيف، وهل أنت تصلي مأموما، عفوا تصلي إماما أو تصلي منفردا في بيتك، فهنا فقه للمسألة تراعى الأحوال والله أعلم. وياك يا شيخ. لا سمحت سيدي. تفضل. ملاحظ يعني مشكلة النساء وكثرة اختلاطهم في الحرمين خاصة وعدم الانضباط، فالسؤال هل فعلا صلاتها في الفندق إذا كانت مش هتعتكف أفضل من صلاتها في المسجد الحرام وتخفف العبء على المسلمين؟ والله يا شيخ محمد حفظك الله، عليك أن تدرك أن الحرمين والحمد لله بخير كثير، والسلطات هنا ما تألو جهدا للفصل بين النساء والرجال والتنظيم والحمد لله، وهذا يعني النجاح باهر بالنسبة 100% في المسجد النبوي والحمد لله، يعني كنت فصل تام. في المسجد الحرام لتعثر ذلك أثناء الطواف وكل واحد يصطحب، لكن الحمد لله الحال طيب، الحمد لله والشكر لله. ولكن نرجع إلى سؤالك، هل الأولى في البيت أم صلاتها في البيت أفضل أم صلاتها في المسجد أفضل؟ أولا وإن كان الكلام يعني قد يكون يعني مستغربا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن، إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد في الليل فليأذن لها. هذه الأحاديث من ناحية القوة، قوة الأسانيد، أصح بكثير من حديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. الآخر ليس بمدفوع عن الحسن، لكن أتكلم كتقييد نعم ترجيح للتصحيح. أحاديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، وأحاديث من ناحية الصحة أقوى بكثير 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 من حديث صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ومن ثم فإن البخاري ومسلما أخرج عددا كبيرا من أحاديث إذا استأذنت أحدكم امرأته للصلاة في المسجد فليأذن لها، ولم يخرج لا البخاري ولا مسلم حديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. نعم لمحسن أن يحسنها بمجموع الطرق،
لكن يبقى الكلام العام أن هذه أقوى من تلك. لكن نرجع نقول إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد، فالله لا يحب الفساد. وأم المؤمنة عائشة رضي الله عنها تقول لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن من الصلاة في المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. هذا قول عائشة واجتهاد عائشة رضي الله عنها. لكن ابن حزم الأندلسي يتعقب ذلك ويقول إن الرسول مبعوث للناس كلهم في زمانه ولمن بعد زمانه ولمن بعد زمانه. لكن نقول حيث وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد، حيث لم توجد الفتنة فالإذن قائم. لكن مع ذلك صلاة المرأة في بيتها ما دمنا حسنا الخبر، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، نلزم حديث الرسول ولا نتخطاه. لكن أيضا نكرر لا يمنع الرجل امرأته أن إذا استأذنت المسجد أن تخرج. نحن بين معادلين، اترك هذا بين المرأة وربها، إن أرادت أن تذهب للمسجد استأذنت إذن لها لأمر الرسول بذلك. كان هناك فساد، الفساد الله لا يحب الفساد، امنع للفساد، مع ذلك تحثها وترغبها أن تصلي في بيتها. لكن في أحيانا النسوة يشتكين يقول لك أنا لا أستطيع أصلي في بيتي مع انشغالات الأطفال وانشغالات المنزل، وأجد في المسجد أحيانا عونا على الطاعة وصحبة طيبة، خاصة واحدة امرأة فتاة متبرجة بدأت طريق الاستقامة تجد كثرة سواد المسلمين يشجعها. فالمسألة لا فقه، لا تخلو من فقه، لا تخلو من فقه، والله أعلم. طيب لو منعها زوجها يجب عليها طاعته ولا؟ لو منعها زوجها ويتحمل بين يدي لا تطيعه فيها، ولا لم يكن للإذن معنى. نعم. لكن ما أيضا أذكرك في هذا الباب أن ابن عمر لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، قام ابن له يقال له بلال قال والله لا نمنعهن. يقول الراوي فأقبل عليه ابن عمر فسبه سبا شديدا لم أرى ابن عمر سب أحدا مثله، وقال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن. في مسلم، هذه الرواية في صحيح مسلم. ماشي طب نحن أحسن من إحنا. بسم الله. جزاك الله خير. في الاعتكاف معنا الجوالات وعليها الكاميرات بتاعة شغلنا والواتساب اللي متواصلين عليه مع شغلنا، فبياخد جزء من وقتنا، هل ده يفسد الاعتكاف؟ يسأل سائل أبو عمرو حفظه الله عن أن بعض المعتكفين يتحدث في الاعتكاف في بعض أمور الدنيا لمصالح ضرورية، لكن ليس لبعين وشرين وعقد اتفاقيات. لأنك تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يبيع ويشتري في المسجد فقول له أربح الله تجارتك. لكن إذا كانت في مصلحة ضرورية فلا بأس بذلك، لأن صفية بنت حيي أم المؤمنين أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه ليلا، فمكثت عنده ساعة ثم قام يقلبها إلى دارها، وكانت دارها قريبا من دار أسامة بن زيد. فهذا الحديث أخذ منه أن المرأة تزور زوجها في المعتكف، والمرأة إذا زارت زوجها بيعتري من الكلام ما يعتريهم. يعني إذا قلنا طبعا لا كلام في الجماع ومقدماته، لكن الكلام موجود في أمور الدنيا في غالب الأحوال، والله أعلم. فحيث دعت الحاجة لكن لا تسرف في هذا، ونحن أمة وسط، لا منع مطلق وكذلك لا إباحة تضيع كل الأوقات، على قدر الحاجة وعلى قدر طرفة أحيانا. فالرسول كان أحيانا بغض النظر على الاعتكاف في المسجد كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى يذكر الله، ويتحدث أصحابه في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم. في هذه الأمور التي فيها فسحة لا نضيق على الناس فيها، والذي يريد العزيمة فالعزائم موجودة، بارك الله فيكم. نعم تفضل. سؤال شيخنا، وبعد أن أتممنا فقه الاعتكاف، سؤال في صدقة الفطر. نعم. على من تجب؟ لأن بعض الناس يسألوا أن أسعار القوت اللي هو الأرز غالي ولا يقدر على إخراج صدقة الفطر. صدقة الفطر تجب على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين،
صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو صاع من طعام. فهذا الذي ورد على رسول الله هو فقير لا يجد قوت يومه مثلا ما ستصدق عليه، يخرج من الذي تصدق عليه به. جميل. ما هو الألفاق؟ فقط أريد أن أصل إلى نقطة، هناك فتوى أنها 30 جنيه. أنها إيه؟ 30 جنيه فقط. يقول هذا تيسيرا على الفقير، هذا الفقير لو أخذ 30 جنيه قد لا يخرج زكاة الفطر، أما إن أخذ الأرز الذي يأتي من الصدقات سيتمكن من إخراج صدقة الفطر، ويكون هذا فيه توسعة على فقراء المسلمين. أنت يعني ما السؤال يا شيخ؟ ما السؤال؟ هل الفقير الذي لا يجد ما يكفي حاجته يوم العيد يجب عليه إخراج صدقة الفطر؟ أجبنا، يجب عليه حتى لو اقترض لها، حتى لو اقترض لها، لكنه في الغالب الحمد لله صدقات المسلمين ستأتي يتصدق منها. يقترض لإخراج صدقة الفطر؟ يقترض لإخراج زكاة الفطر، يقترض لإخراج وتجمع له الفاقة أيضا. جزاك الله خير. الله يسلمك. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من طعام، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والصغير الكبير، الطفل الذي في المهد، يفرض أنه يتيم تسقط عنه؟ لا تسقط، يخرج أيضا عنه أولياءه، تخرج كما قال الرسول عليه السلام، تقديرها بثلاثين جنيه. وما في خلل من وجهين، الوجه الأول أنه خلف النص، صاع من تمر أو صاع من شعير، وخلف جماهير العلماء في هذا الباب. الوجه الثاني أنهم عمدوا إلى أرض شيء وقيموا على إسره، عمدوا إلى أرض شيء هو الشعير الذي لا يؤكل في مصر، عنهم بنوا على صاع من شعير، الشعير لا يؤكل في مصر. لا نبه، ليس الشعير هو الرز الشعير الذي في غلافه، إنما الشعير معروف الذي هو يطحن ويؤكل، وإذا لا يكاد أحد المصريين يأكله. فبنوا على أرض شيء، وكذلك بنوا على التقييم، والله أعلم. شيخنا الاشتراط في الاعتكاف، ايه الـ الاشياء اللي ممكن تخرج المعتكف او تمنعه من الاعتكاف ويخرج منه؟ الاشياء التي ممكن، اشياء كثيره جدا لا حصر لها، الاشياء التي قد بسببها يخرج الشخص من معتكفه، قد يخرج لمرض، قد يخرج الشخص اجبارا، مسجد اعتكف في مسجد قالوا له ممنوع الاعتكاف في هذا المسجد اطلع برا، تمام، يكمل في مسجد ثاني. لكن بالمناسبه سؤالك صار علينا فتنة، صار علينا مسألة، لا يخرج المعتكف لزيارة مريض ولا لاتباع جنازة، إنما يخرج لحاجة المعتكف من أكل أو شرب أو تغيير ملابس. لكن في أشياء كثيرة جدا تجعل من العسير على الشخص أن يتمم اعتكافه، أشياء كثيرة جدا، هو نفسه مريض احتاج إلى مستشفى، احتاج إلى مشفى، أتوا خبر عاجل لابد من الخروج له، مسألة لا تنتهي. نعم. يتكلم فيها الناس الآن في مسألة إخراج الأشياء المصنعة من الطعام المدخر مثل المكرونة مثلا. المكرونة تجزي في زكاة الفطر لأنها مفرغة من الداخل، فالصاع منها سيكون أقل من الصاع، لكن إن عملتها يعني وزنا وزن لسان عصفور تمشي، ليست مجوفة، صاع من طعام على أساس الوزن. ضد شيخ يعني الوزن، يعني لو إحنا لو أنت بنيت على الوزن هو حل. الوزن مثلا 2 كيلو و 40 جرام صاع، فيكون وزن هتندرج تحت صاع من طعام، لكن صاع مفرغا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. نسأل الله أن يتفضل يا شيخ. والاعتكاف يجب عليه إتمامه؟ ها؟ ينوي الاعتكاف يجب عليه إتمامه، لكن اشترط تحلل من هذا الباب، وذلك لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. لكن يعني هل إذا جد جديد مثلا فلو أن ينقض الاعتكاف، عفوا، هل يجب عليه إتمامه؟ ده الأفضل. الآية الكريمة، عفوا، أراجع الوجوب ثانية، لأن حضراني الآن حديث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السمنية، جزاك الله خير، حضراني بس من ناحية الدليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فرأى خباء لزينب قد أنشئ في المسجد، قالوا ماذا؟ قال لزينب تعتكف فيه، فعلى إثر ذلك تبعتها سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تبعناها
سير أزواج النبي كل واحدة بنت خباء، فلما جاء الرسول ثانية قال البير يريدنا وأمر بنقض هذه الأخبياء كلها ومنعهن من الاعتكاف. فظن السنية والله أعلم. جزاك الله خير، شكر الله لكم جميعا. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربما في الحرم الآن يتعذر الاعتكاف فنخرج إلى الفندق أو إلى السكن، فهل يجوز النية أن تكون شاملة بحكم أن مكة كلها حرم ويصح الاعتكاف في هذه الأيام؟ لا، أنت تسأل هل يجوز الاعتكاف في أي مكان في مكة؟ لا يصح الاعتكاف. لا، وسيذهب إلى السكن ويرجع مرة ثانية المساجد، لأن الله قال ولا تبشرون أنتم عاكفون في المساجد. نعم، أحب أن نوع على أن حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا يصح، والصواب وقف على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وهذا الحديث خطر إذا عملنا به، لأنك تمنع الاعتكاف في أي بقعة في العالم بسببه، لكن حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الصواب أنه موقوف على حذيفة، وراجع تاريخ مكة الفاكهة تجد ذلك. المقصود فترة النوم مثلا اللي من بعد الشروق الاعتكاف أكلا المسموح لك في الاعتكاف الخروج لحاجة الإنسان، أكل شرب ودمت منعت منه، قضاء حاجة، استحمام، تغيير ملابس، تخرج كل هذه الأشياء. لو منعنا في الحرم مثلا كما نسمعنا، لو منعت من النوم في الحرم ستكون نازلة، وأنا اجتهاد والعذر عند الله، ستكون نازلة من النوازل. طيب، إذا كنت نمت منعت من النوم فستنام في أي مكان اجتهادا، أمسك ماشي. اي لكن هو انا رخصه ان انا كل اسمي معتكف ايضا، هو يريد كده، هو يريد يحضر هو يريد كده سؤاله، فلذلك يقول اصله قبل ان ابدا لك عذره، قال انا نائم في المسجد الحرام معتكف وناوي ان انا انام وناوي ان انا اعمل كل شيء، قال لي ما فيش نوم، اخرج انام مره حاجه الانسان ولا حاجه الانسان قصر على البول والغائط، فقال لي خلاص اخرج انام شويه وارجع. فستقول له ايه؟ قياسا على فتوى العزيزيه في الحج، النوم في العزيزيه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.